راحت مغلقة على مهند علي في هذا اللقاء، الأبواب اللي يطرقها مهند علي مرة براسه ومرة بقدمه لكن لا تستجيب حتى أحداث هذه المواجهة. خطيرة خطيرة خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، كالعادة كالعادة يا سادة لا سيادة في حضرة الملوك، كالعادة 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 يا سادة لا سيادة في حضرة الملوك، نعم لا سيادة في حضرة الملوك في أحداث هذا اللقاء. البلايلي يسجل سادس أهدافه في بطولة الدوري.